غزة العزة والإباء. فرج الله عن إخواننا في فلسطين، قولوا آمين. وإذا بكم تتحملوا هذا الحرقة في قلوبكم وورثوها لأولادكم وبناتكم. قضية فلسطين ليست قضية تراب وطين، بل هي عقيدة ودين، كما قال الإبراهيمي. إبراهيمي كان يدعم القضية الفلسطينية وعمل جوع اللي كان هنا في الجزائر، عمل بور كما يقول، كان يلم دراهم يديهم الفلسطين. قالوا له يا إمام تعال، أليس المقربون أولى بالمعروف؟ مش الصدقة في المقربين سبق؟ قال نعم، إلا فلسطين، إلا فلسطين. صلوا على رسول الله. ولد في أرض غزة وظهرت عني على هذا.